أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 22/7/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على العقود الأجلة للنفط الخام. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية لدينا اليوم مجموعة من الأخبار المتعلقة في حركة البترول، حيث ستصدر أرقام المخزونات الأمريكية والمتوقع أن تصدر عند ناقص 2.1 مليون برميل مقابل ناقص 7.5 مليون برميل في الرقم السابق، وسيصدر أيضا معها جرد نواتج التقطير والمتوقع أن تصدر الأرقام عند 100,000 برميل مقابل ناقص 500,000 برميل في الرقم السابق. وأخيرا ستصدر مخزونات البنزين والمتوقع أن تصدر الأرقام عند ناقص 1.4 مليون برميل مقابل ناقص 3.1 مليون برميل في الرقم السابق. أما من الناحية التقنية، نلاحظ بالنسبة لخام برنت حاليا تداولات أعلى المنطقة المحورية 43.90 44.10، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 44.65، وفي حال كسر مستوى 44.82 فإن ذلك يعزز المزيد من الإيجابية للوصول إلى مستويات 45.40. كسر وتداولات أقل من مستوى 43.90 يعطي نظرة تصحيحية لحركة الأمس وحركة سلبية لحركة اليوم للوصول إلى مستوى 43.35، وفي حال كسر مستوى 43.18 فإن ذلك يعزز المزيد من السلبية للوصول إلى مستوى 42.60. أما بالنسبة لغرب تكساس أيضا نلاحظ نفس الشيء، تداولات أعلى المنطقة المحورية عند منطقة 41.45 41.63، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستوى 42.20، وفي حال كسر مستوى 42.40 فإن ذلك يعزز المزيد من الإيجابية للوصول إلى مستوى 43 تقريبا. كسر مستوى 41.45 وتداولات أسفل هذا المستوى تعطي نظرة سلبية لحركة اليوم للوصول إلى مستويات 40.88، وفي حال كسر مستوى 40.70 فإن ذلك يعزز المزيد من السلبية للوصول إلى مستويات 40.12. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.